بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في فعاليات اليوم العلمي الأول لكلية تكنولوجيا المعلومات بالجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية 2020. هذا الحدث العلمي الذي سنستعرض في فقراته مجموعة من الكلمات والعروض العلمية لبعض خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات، وكذلك بعض الأعمال المميزة التي أنجزها طلبة الكلية خلال العام الدراسي من مشاريع تخرج وأوراق علمية، وكذلك بعض أفكار المشاريع التي قدمها طلبة الكلية. كما سنستعرض كلمات لبعض خريجي الكلية الذين اندمجوا في الحياة العملية وقدموا نموذجا ناجحا لخريجي الجامعة الدولية. ونخطو بها من يفوق الثريا. والآن نبدأ فقراتنا على بركة الله، وستكون الكلمة الأولى هي الكلمة الافتتاحية لليوم العلمي، يقدمها الأستاذ الدكتور توفيق الطويل عميد كلية تكنولوجيا المعلومات. ونحن الأمام لليبيا الأبية. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. بداية أتشرف بأن أرحب بالسادة الضيوف الكرام والسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وكليتنا المنقرة، كما نرحب أيضا كثير الترحيب بطلبتنا الأعزاء الذين شرفونا بحضورهم اليوم لإحياء هذا الحدث، مما لا شك فيه أن الصعاب قد ازدادت وأن المحن والعراقيل أيضا قد بلغت منا المبلغ الكبير بسبب الكثير من الأزمات، جائحة كورونا والظروف الراهنة التي تمر بها البلاد كما تعرفون الوضع الحالي في البلاد، لكن عزيمتنا أقوى وطموحنا أشد، ونسعى دائما وأبدا تحت كل الظروف والصعب إلى الرقي بالمسيرة العلمية والتعليمية، ونطمح دائما إلى أن نكون متقدمين علميا باذلين الغالي والنفيس من أجل رسالة مقدسة ومهمة سامية، ألا وهي الرقي بالطالب وفتح الأفق أمامه لينهل من بحر العلم الذي لا ينضب أبدا. مما لا يخفى على حضوركم الكريم أو حضراتكم الكرام أن الأمم لا تنهض إلا بسواعد أبنائها، وأن عطاء شبابها وهمتهم لهو المقياس الحقيقي لمعرفة مدى حيوية أمة ونهضتها. فإذا مات العلم وانطفأت حمية الشباب وتخاذل طلب العلم فإن والله في 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 كارثة، في كارثة كبيرة، وإنه للظلام بعيد. إن الجامعة الليبية الدولية تسعى دائما إلى إقامة أنشطة علمية بشكل مستمر، وذلك لغرض إبراز مناشطها وتحفيز الهمم والرقي والتقدم، ووعيا منا بأهمية
هذه النشاطات العلمية في كلية تكنولوجيا المعلومات. ارتأينا إقامة هذا اليوم العلمي وهذا الحدث لإعطاء الفرصة لأعضاء هيئة التدريس وكذلك طلبتنا الأعزاء لتقديم وجبة مفيدة من المعلومات العلمية التي كلنا ظمأنها ونحتاجونها، باحثين عن المعلومة العلمية الجادة التي تدل على مدى تعلق كليتنا الموقرة بالبحث العلمي وأنشطته المختلفة. الدليل على ذلك أننا في هذه السنة الكلية قامت بنشر 8 أوراق علمية مشتركة بين أعضاء هيئة التدريس وكذلك الطلبة. نحن نعرف أن التنوع في البحوث العلمية المقدمة من الطلبة وأعضاء التدريس في هذا اليوم لهو دليل على التنوع الفكري وغزير العطاء، وأن المشاركة الفعالة للأقسام العلمية المختلفة في الكلية لتعد من أهم الروافد الأساسية التي تساعد في نجاح هذا اليوم وهذا الحدث. ختاما أود أن أشكر كل من قام على تجهيز هذا اليوم وإعداده من اللجنة العلمية واللجنة التحضيرية، ولكم جزيل الشكر، كما أني أود أن أشكر الحضور الكريم على تلبيتهم الدعوة لهذا اليوم الذي يعد من أهم الأيام في هذه الكلية. نهاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر أستاذ الدكتور توفيق الطويل. ننتقل الآن إلى المحاضرة العلمية الأولى والتي يلقيها الدكتور عمران الشيبي مدير إدارة تقنية معلومات في مصرف ليبيا المركزي. فجر نزيح الظلام فكنا الضياء بشمس فتية، وجئنا الطبيب للمح السقام فنحن بني الجامعة الدودية. أتينا كفجر نزيح الظلام فكنا الضياء بشمس فتية، وجئنا الطبيب للمح السقام فنحن بني الجامعة الدودية. شبابا ونرفع راي العلوم ونخطو. السلام عليكم. قبل أن نبدأ بشرح تقنية البلوك تشين، دعونا نأخذ رحلة عبر الزمن لنتعرف على أصل المال وأهم مراحل التطور التي مر بها عبر التاريخ كي تكتمل القصة. منذ بداية البشرية كانت هناك الحاجة لتبادل السلع، وأول طريقة ابتدعها الإنسان لهذه المعاملة الاقتصادية سميت بالمقايضة. وعندما توسع السوق وتنوع الاقتصاد البشري وبدأ الإنسان بتربية المواشي والحيوانات الأليفة وامتهن الزراعة وتنوعت معروضات السوق، ولدت الحاجة إلى وجود سلعة وسيطة لتبادل الاحتياجات بينهم. هنا خرجت فكرة المال والتي سبقت بدورها العملات المعدنية. فالمال هو أي شيء يتم قبوله من قبل مجموعة من الأشخاص لتبادل السلع
والخدمات والموارد، حيث يتم تحديد قابلية التسويق للسلع الأساسية من خلال المقبولية العامة والجودة وإمكانية تقسيمها وسهولة نقلها وتخزينها. هذه هي شروط المال. لقد كان المال جزء من تاريخ البشرية منذ أكثر من 3000 سنة، حيث استعمل الأزتيك الكاكاو كنوع من أنواع المال، وسكان البارغواي القواقع، وتم تسديد مرتبات الجنود الرومان بالملح. وقبل الميلاد ب1200 عام استعمل الصينيون القواقع كوسيط للتبادل التجاري، ومع انتشار الزراعة تم استعمال الحبوب كالشعير والأرز وغيرها وكذلك الحيوانات. مع توسع السوق مجددا كان من الصعب حمل كل هذه السلع ونقلها يوميا، فحل الفرس هذه المعضلة عن طريق السماح للتجار بإيداع الحبوب في المستودعات التابعة للكنيسة أو الولاية، وتم استخدام إيصالات الودائع لاستعمالها كأوامر دفع. وتعتبر القواقع الفضية والذهبية الصينية من أول أشكال العملات المعدنية، وأول عملة تم سباكتها كانت منذ 600 سنة قبل الميلاد من قبل الملك إلياتس في مملكة ليديا. وفي الصين تم تطوير القطع النقدية الأولى من كتل الفضة منذ 500 سنة قبل الميلاد، سميت عملية الختم على النقود بسك النقود، ومنها تبنى اليونانيون والمقدونيون والرومان هذه القطع النقدية كوسيلة حقيقية للتبادل التجاري، وباشروا بسك عملاتهم الخاصة بهم، واستعملوا المعادن الثمينة كالذهب والفضة والبرونز. ومع زيادة حجم التبادل التجاري وسك العملات، تم تكليف الصاغة مسؤولية حفظ العملة في مخازنهم، واستعملوا نظام دفتر الحساب لتتبع الأرصدة لدى زبائنهم، حيث أسس على هذه الفكرة عمل المصارف لاحقاً. ولا ننسى أن الصينيون أول من استعمل العملة الجلدية قبل الميلاد ب118 عاما، ثم ظهرت الأوراق النقدية الأولى في الصين كذلك سنة 806 ميلادي، وعندما سيطر القائد المغولي جنكيز خان على الصين في القرن 13 افتن بالعملة الورقية، واعتمد بعدها الأوراق النقدية لتصبح العملة القانونية الوحيدة عبر إمبراطوريته، واستولى على مدخرات الناس من العملات المعدنية والذهب واستبدلها لهم بالعملة الورقية، واعتبر رفض هذه العملة جريمة كبرى عقابها الموت، واستمر في طباعة إلى أن نتج أول تضخم في التاريخ. وفي القرن 16 تبنت أوروبا طباعة النقود الورقية للأغراض الرسمية، ويعتبر بنك ستوكهولم السويدي أول بنك يطبع العملة الورقية في المملكة المتحدة سنة 1661، ومنها تأسست البنوك المركزية لحاجة الحكومات للإقراض في حالات الحرب لتكون الملاذ الآمن للحكومات. وكانت في الأصل بنوك تجارية، وتطورت لإصدار سندات الاحتكار، وأول بنك مركزي هو ريسك بنك السويدي الذي تأسس في عام 1668. وفي عام 1816 أصبح الذهب المعيار الرسمي في بريطانيا، ومنها طبعت باقي الدول عملاتها الورقية، واستمر الحال إلى الخمسينات، حيث تم إصدار أول بطاقة ائتمانية لتخفف عبء حمل النقود. وفي الستينات ظهرت أجهزة الصراف الآلي لتحل محل الصرافين والفروع. وفي السبعينات بدأ تداول الأسهم الإلكترونية على أرضيات التبادل التجاري، وتم إنشاء جمعية الاتصالات المالية أو بما يعرف بالسويفت لحل مشكلة عبر الحدود للمدفوعات. في الثمانينات ظهور أجهزة الكمبيوتر في المصارف وتقديم الخدمة المصرفية عبر الإنترنت، وظهور أول متسوق عبر الإنترنت باستخدام نظام تيسكو. وفي التسعينات قام مصرف ويلز فارغو بتطوير أول حساب مصرفي عبر الإنترنت، وظهور حركة سايبر بانك ديجي كاش لتطوير المال الرقمي، وتأسست شركة باي بال. وفي عام 2000 انتشرت الهواتف الذكية. وفي الألفينيات انتشرت الخدمات المصرفية عبر الإنترنت في أغلب دول العالم.
وفي عام 2007 تأسست شركة إمبيسا التي تعني المال المحمول في كينيا وتنزانيا. وفي عام 2008 انهار النظام المصرفي. من هنا ولدت ثورة سلسلة الكتل أو البلوك تشين. كل هذه المراحل للمال والنقود كان لابد من وجود وسيط ليقوم بتحويل أموالنا إلى الأطراف الأخرى التي نرغب بالتعامل معها. هنا ظهرت فكرة المصارف. طبعاً لهذه الفكرة مزايا وكثير من العيوب، خصوصاً في عصر السرعة الذي نعيشه، حيث تعاني المصارف من استنزاف للوقت، فيمكن لحوالة محلية داخل المدينة أن تستغرق 3 أيام وأكثر، وحوالة عبر الحدود أن تستغرق أسبوعاً أو أكثر، ومركزيتهم في حفظ البيانات حيث بالإمكان اختراقهم، وتكلفة الخدمات المالية التي تصل أحياناً إلى 10% وأكثر من قيمة الحوالة. ورغم أن المحافظ الرقمية مثل الألي باي والوي تشات والباي بال وغيرها التي تمكنت من حل بعض من هذه المشاكل مثل التحويل الفوري، فهي لا تزال تعتمد على البنوك. ولا ننسى العملات والصكوك المزورة وإمكانية انهيار البنوك في أي وقت مثل ما حصل في الأزمة المالية عام 2008، حيث تعطلت الصناعة المالية بسقوط ليمان براذرز والمؤسسات المالية العالمية. هنا قام شخص مجهول الهوية يدعى ساتوشي ناكاماتو بنشر ورقة على تطوير بروتوكول للنقد الرقمي يستخدم عملة مشفرة أساسية تسمى البيتكوين، حيث تمكن هذه العملة المشفرة الناس من إقامة معاملات الثقة دون الحاجة لوجود طرف ثالث كالمصارف. هذه التقنية مبنية على تكنولوجيا أساسية يطلق عليها البلوك تشين، ولأول مرة في تاريخ البشرية القديم والحديث يمكن للناس في أي مكان أن يثقوا ببعضهم البعض وأن يتعاملوا نداً للند peer to peer، مثلما كانت تفعل المجتمعات الإنسانية الأولى قبل توسع التجارة والاقتصاد. وعندما انتشرت الإنترنت في أغسطس سنة 1991 للعامة أطلق عليها اسم إنترنت المعلومات، حيث لا يمكنك أن ترسل شيء ذو قيمة مثل نقود أو ملكية عقار أو غيره، لأنك في الواقع ترسل نسخة وليس القيمة الحقيقية أو الأصل لذلك الشيء. ومنها ولدت مشكلة الصرف المزدوج، حيث حاول الكثير لإيجاد حل لهذه المعضلة منذ ما يقارب من 30 عام. هذا البروتوكول أو النظام الجديد يسميه البعض ببروتوكول الثقة. البلوك تشين هي بمثابة دفتر الحسابات أو دفتر العالم، ويعتقد الكثير بأن البلوك تشين هي البيتكوين. البلوك تشين هي التقنية خلف العملات الرقمية كالبيتكوين والإيثريوم وغيرها، حيث يوجد أكثر من 2300 عملة مشفرة في العالم، والرقم يتزايد كل يوم. البلوك تشين هي قاعدة بيانات موزعة غير قابلة للتغيير أو التعديل، يتم تأمينها باستخدام التشفير، ولا يمكن إضافة أي شيء إلا بعد إجماع الأجهزة المشاركة في الشبكة أو ما يسمى بـ Consensus of Peers. نظام البلوك تشين يعتبر أول نظام يطرح حل لجميع المشاكل التي ذكرناها، حيث تعتمد هذه التقنية على الميزات الآتية: لا يوجد رسوم على المعاملات، يتم إكمال جميع المعاملات في غضون دقائق، لا يوجد وسيط، غير مركزية بمعنى لا يوجد شخص أو مركز بيانات يمتلك شبكة البلوك تشين، ولا يمكن التلاعب بالبيانات أو اختراقها بسبب البنية الأساسية لها التشفير وإثبات العمل والإجماع. والبلوك تشين 5 مبادئ أساسية: قاعدة البيانات الموزعة أو بما يسمى بـ Distributed Database، فكل طرف في البلوك تشين لديه الحق الوصول إلى قاعدة البيانات بأكملها وتاريخها الكامل، ولا يوجد طرف واحد يتحكم في البيانات أو المعلومات، ويمكن لكل طرف التحقق من سجلات معاملاته مباشرة دون وسيط.
إرسال نظير إلى نظير أو peer-to-peer transmission، حيث تحدث الاتصالات مباشرة بين الأقران بدلاً من الخوادم المركزية. ثالثاً، الشفافية، كل أجزاء أو معاملة والقيمة المرتبطة بها تكون مرئية لأي شخص لديه حق الوصول إلى النظام، وكل مستخدم على الشبكة له عنوان أبجدي رقمي فريد أكثر من 30 حرف ورقم، ويمكن للمستخدمين اختيار عدم الكشف عن هويتهم، حيث تحدث المعاملات بين عناوين البلوكتشين. رابعاً، السجلات ثابتة static records، بمجرد إدخال المعاملة في قاعدة البيانات لا يمكن تغيير السجلات. وخامساً، المنطق الحسابي. هذه الأصول الرقمية في شبكة البلوك تشين لا يتم تخزينها في مكان مركزي، ولكن يتم توزيعها عبر دفتر الأستاذ العام الغير مركزي، وعندما تتم عملية ما يتم نشرها على جميع الأجهزة بالمشاركة في هذه الشبكة. أيضاً، هناك مجموعة من البرمجيات يطلق عليها ماينرز أو عمال المناجم، موزعين في الشبكة حول العالم، وكل 10 دقائق يتم إنشاء كتلة تحتوي على جميع المعاملات من الدقائق 10 السابقة يتم الإعلان عنها في الشبكة، ومنها يبدأ عمال المناجم في محاولة لحل اللغز المعقد والمشفر الخاص بتلك الكتلة، والتي تحتوي على بلوك هيدر والتايم ستامب والميركل روت والترانزاكشنز والأماونت والسندرز أند ريسيبينز. تسمى هذه الخطوة بإثبات العمل أو Proof of Work، وأول ماينر أو عامل للمناجم يصل للحل والتحقق من صحة الكتلة يكافئ بجزء من العملة الرقمية، وبعدها يتم ربط تلك الكتلة بالكتلة السابقة لإنشاء سلسلة من الكتل. بعد أن أجمع جميع من في الشبكة أو أجمع أغلب من في الشبكة على صحة تلك المعلومات بعملية تسمى الإجماع أو consensus، وإذا حاول شخص ما اختراق أي كتلة من هذه السلسلة فعليه اختراق تلك الكتلة وجميع الكتل في السلسلة إلى الكتلة الأولى أو الأصلية أو بما يسمى بالجينيسيس بلوك، والأجهزة المشاركة في الشبكة كذلك، حيث تحمل صورة مطابقة من الدفتر كلها مشفرة ولا تقبل أي تغيير. كل هذا يجب أن يكون في أقل من 10 دقائق، وهذا الشيء يعتبر مستحيل، أو إنه إلى يومنا هذا لم يتم تسجيل أي اختراق فعلي على سلسلة الكتل. هذه التقنية تتميز بالأمن والسرعة وعدم التكلفة، حيث بإمكانك استخدامها دون مقابل، أي open source. في الحلقات القادمة سنتكلم عن الاستعمال الأمثل لهذه التقنية في معالجة الدفع والتحويلات المالية ومراقبة سلاسل التوريد وتبادل البيانات وحقوق الطبع والنشر والملكية والتصويت الرقمي ونقل الملكية للعقارات والأراضي والسيارات وسلامة الأغذية وتتبع الأسلحة والأدوية والوصايا والميراث وتداول الأسهم وإدارة شبكة إنترنت الأشياء وفي السجل العقاري والهوية والجامعات ووسائل النقل وغيرها من الخدمات. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور عمران، وننتقل إلى فقرة الأوراق البحثية، وستكون الورقة الأولى من إلقاء المهندسة ندى سالم شتوي الخريجة من قسم هندسة البرمجيات بالكلية. مع العلم بأن الزميلة ندى قد شاركت بهذه الورقة في المؤتمر الدولي العلمي الأول للهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات ICEEIT 2020 الذي استضافته الجامعة الليبية الدولية، ولقد تم نشر هذه الورقة في مجلة علمية. I would first like to thank Libyan International Medical University for giving me the opportunity to be part of this day. It brings us hope that the university is able to continue its normal educational processes despite all the difficulties we are facing today. My name is Neda Selim Shtewi, an IT graduate from LIMO, currently working as a web developer at Iron Telecom and Technology. And I'm glad to share with you a research paper that we've been working on, me and Dr. Mohammed Abdullah, titled as Vision-Based One-Dimensional Barcode Detection. So the presentation will be divided into 5 main sections.
introduction, method and materials, data sets, results, and finally conclusion and future work. That sounds typical. Let's start the presentation by defining what is a barcode. I'm pretty sure that most of you are familiar with the symbol that appears on the screen. However, this is only the most common type of one-dimensional barcodes. And by one-dimensional, it is meant that the barcode is only scanned in one direction. So the height of the barcode adds no information to the barcode. It only facilitates the reading process. These barcodes were designed to be read by a laser scanning device. But the fast improvements in the field of computer vision and the increasing availability of smartphones with digital cameras made it possible to read barcodes from two-dimensional images. But why do we need to do that? We believe that the major benefit is achieved by people with sight difficulties. However, different studies provide tools to visually impaired people, enabling them to identify their objects by reading barcodes using their mobile cameras. Another advantage of using mobile cameras as a scanning device is increasing the mobility of barcode technology and reducing the hardware constraints associated with it. The process of reading barcodes from images consists of two stages. The first is barcode detection, where the barcode is localized either by a bounding box or by a line that goes through all the bars of the barcode. The second stage is decoding the detected barcode by converting it into numbers. Previously, the detection stage was ignored and treated as a size problem. Recently, researchers has recognized its importance. So one of the main reasons why do we need to detect the barcode before decoding it, that the decoding operation highly depends on the detection stage. So in the next slides, we provide a method for barcode detection based on image processing operations. The method is divided into two stages. The first is to enhance the region of interest by converting the RGB image into grayscale, exploiting sharpening filters and using adaptive threshold to binarize the image. Then the image border is cleaned and small holes are filled. The second stage is detecting the barcode. That is achieved by detecting candidate bars based on the morphological nature of the bars in the barcode. Using parameters such as the aspect ratio of the bars and the range of sizes for each bar. Finally, the barcode is detected using the minimum number of bars in each barcode. Edward Deming once said, "Without data, you are just another person with an opinion." You cannot assume that you provided a method without evaluating this method. That's not how research works. To evaluate the method, two published datasets from the literature were used. The first contains 215 images, while the second contains 1,055 images. The overall accuracy rate of the proposed method is compared with the results of the publishers of the datasets. And it can be noticed that the method has overcome the other two methods when tested on the second dataset. Considering the cases of incorrect barcode detection using the proposed method, it has been noticed that one of the main reasons that the
method shows false detection is the images themselves, such as damaged barcodes, multiple barcodes appearing in the same image, and the similarities between barcodes and the stripes appearing on the background, and so on. Choosing the appropriate values of parameters is another serious challenge that affects the accuracy of the method. The proposed method has set the stage for the next step of decoding. The level of yielded accuracy rate is promised to support gray barcode identification, because as a high level of accurate barcode detection as used for the barcode decoding. For future work, the enhancement of the pre-processing stage, also known as the enhancement stage, will be considered to increase the correct rate of barcode detection, as well as the development of the decoding process will be carried out. I would like to end with a quote to Mervyn Gordon that says, "No research is ever quite complete. It's the glory of good bit of work that it opens the way for something still better." Thank you all for your kind attention. I hope that you're all doing well and staying safe. Thank you. شكرا للمهندسة ندى. ننتقل إلى كلمة أحد خريجي الكلية المهندس مالك عبد الله التواتي، خريج قسم الشبكات والذي خاض عدة تجارب ناجحة منذ تخرجه، سيحدثنا عن هذه التجارب في الكلمة التالية. السلام عليكم ورحمة الله، أنا مالك تواتي، خريج شبكات من الجامعة الدولية ومبرمج ويب. خلال دراستي في الجامعة الدولية بجانب الدراسة خضيت دورات تدريبية في إدارة الأعمال واشتركت في مسابقات، في نفس الوقت حصلت فرصة أني نحكي اللغة الإنجليزية كل يوم. مشروع التخرج كان عبارة عن شبكة واي فاي تغطي الجامعة بالكامل وتربط الجامعة بلايبراري. اللايبراري هذه تسمح للطلبة بأنهم يرفعوا شيتاتهم وينزلوا شيتاتهم ويتواصلوا مع الإدارة ويشوفوا الإعلانات أول بأول. والحسن الحظ في آخر سنة كنت مجتهد لدرجة أني كنت أول من يكمل مشروع متاعه في الجامعة، في الدفعة متاعي طبعا، وكنت الخامس على الدفعة بنسبة 84.8 اللي هي جيد جدا. وبعد تخرج مباشرة التحقت برنامج RBK Reboot Camp تونيجيا اللي هو عبارة عن Coding Bootcamp، وخذينا فيه 4.5 شهور من Programming Skills، 12 ساعة يوميا لمدة 4.5 شهور that's a lot of hours. ومنها بعد ما روحت من البرنامج هذا كان عندي سكيلز في البروغرامينج وفي النتوركينج. بعد ما روحت من البرنامج بديت نشتغل في فريلانسينج ودرت تطبيقات زي سبيزا كإي كوميرس، سبوتيفاي كأودي بلاير، وكونتاكت فايندر كترو كولر. ومنها درت حتى موقع اهديلي اللي هو يسمح لك انك تشتري هدية وترسلها اونلاين دون الحاجة للدفع كاش، حيث أنك تقدر تستخدم خدمة إدفعلي وإيزي. وبعد هذا جاء الوقت أني حصل وظيفة ثابتة، فقعدت نبحث عن وظائف، انتقلت من وظيفة الأخرى، وحاليا حصلت وظيفة في مجالي كفول ستاك ويب ديفلوبر فول تايم في شركة إي كوميرس في بنغازي، وهدفها تدير أكبر موقع إي كوميرس على مستوى ليبيا، واللونش متاع الويب سايت راح يكون قريب جدا. واخيرا حاليا قدمت على ماستر برا وتم قبولي، وحيكون الريسيرش اريا بتاعي Artificial Intelligence. And that's a brief. Thank you for watching. شكرا للمهندس مالك. ننتقل الآن إلى الورقة البحثية الثانية والتي ستلقيها المهندسة جنان عادل التواتي، الخريجة من قسم المعلوماتية الصحية بالكلية، مع العلم بأن الزميلة جنان تقيم حاليا في دولة ماليزيا لإنجاز درجة الماجستير في تكنولوجيا المعلومات. Hello, my name is جنان عادل التواتي. Today, I'm going to talk about a study that is titled by Experts' Opinion on the IT Skills Training Needs Among Healthcare Workforce.
Now, this is the outline of our presentation. At first, we're going to give a brief introduction. Then we're going to discuss the problem, the importance of the study and the motivation, then the aims and objectives, methodology, results and discussions, etc. It is very common that technology that is used intelligently is able to improve health indicators of people in many countries. Example of that, some countries in Africa has used the GPS-based systems to track and pursue the infectious diseases. Also, the UAE has taken steps to challenge the non-communicable diseases such as cardiovascular diseases, diabetes, high blood pressure by using technology. Now, the goal of health system is to deliver quality services to all people, whether individuals, populations, where and when they need it. But in order to achieve that, we need a well-performing health workforce. Also, we need the modern and the new technologies because it can contribute to improve the data generation, also the analysis, exchange of the data, that actually can lead to improving the health outcomes. Now, for the problem of the study, it has been reported that there is a limited information about the level of information and communication technology training among healthcare professionals in developing countries. One of the literatures has reported that there is a deficiency of IT skills competence in EU. Also, there is another study that has reported that there is a deficiency in key computing capabilities for workers in Kuwaiti hospitals. Now, another thing that it has recommended by the Libyan Organization of Policies and Strategies, that there is a need to introduce informatics and computing for all departments in health organizations. Now, the health system in Libya suffers from a mess of challenges regarding suppliers, qualities of health professional, administrative complexities, and automation issues. So we can see from all the mentioned literatures that the IT skills among healthcare workers in healthcare facilities, especially in developing countries, are far below the required level for proper functioning. So what's the importance of this study? This study is going to add some knowledge about the actual training needs on how to improve the IT skills of our local healthcare workers. There are two main things that motivate us in order to conduct this study. One of them is that this study has not investigated previously in Libya. And the other reason is that there is a deficiency on the studies identifying approaches for e-health workforce development, or even the studies that is addressing the IT skills competence absence. The main aim of the study is to determine the training priorities to develop the IT skills of healthcare workers at a number of healthcare-related institutions in Libya. So we have two main objectives. The first one, we need to identify the priorities of training actions for developing the IT skills competence among healthcare workforce. And the second one, identifying how different our prioritized actions from those reported by other literatures. For the methodology, at first, this is a cross-sectional descriptive study that targets experts from different healthcare-related institutions. Now, participants were recruited on a convenience basis from healthcare workers, whether from hospitals like Benghazi Medical Center, Children's Hospitals, Jumhuriya Hospital, Ibn Sina Hospital, and some educational institutions like Libyan International Medical University, Tripoli University, also Omar al-Mukhtar University at Al-Bayda, and we have some government and non-government institutions like Ministry of Health and Health Documentation and Information Bureau. Also, we have some dental clinics and some polyclinics that were involved. But many of the participants, even though the participants were from different cities, but also most of them were from Benghazi because it was more convenient for the study. Now, for the primary data, expert opinion has been considered as a primary data, and the secondary data has been extracted from journals, electronic journals, government, United Nations agencies, reports, dictionaries, and books or electronic books. As we mentioned, that this study targets experts who work in the health sector,
from diverse backgrounds, whether experts were from IT, medical, dental, paramedical, or administrative fields. But the issue was that there was no specific definition with a specific criteria for experts. Even though some studies and dictionaries defined an expert as a person who have high level of knowledge or a skill in a particular area, but it was kind of a problem to define what are the criteria we needed. This is why we used an approach called the relative approach. The relative approach is one of the approaches to identify experts. It assumes that expertise is a level of a proficiency that novices can achieve. Therefore, the definition of experts becomes more relative. So it's basically about a comparison between experts and non-experts. Also, we can use different measures to assess the proficiency level in this approach. One of them, like academic qualification, such as we say like graduate students versus undergraduates. Another measurement we can use is seniority, also, or the year performing the task, or even consensus among peers. This is different measures that we can use to define an expert. Therefore, the inclusion criteria for designating participants are, number one, the number of years of specialized experience in work must be exceeds 10 years, and the number of years where the experts use technology exceeds 10 years, regardless of their specialties, whether they were from IT, medical, dental, paramedical, or administrative, they must be using the technology more than 10 years, and the third one, they must have a qualification degree. For data collection, an anonymous questionnaire has been prepared on the basis of a questionnaire that was already published in EU. The original questionnaire was modified in order to make it more clearer, after, of course, a process of discussion with some experts. An English version and also an Arabic version were created, and participants have the choice to choose between which version they want to answer. Now, the questionnaire composed of 23 actions or 23 training needs that can help to improve the IT skills among healthcare workers. So, two sections. The questionnaire contains of two sections. One of them is the demographic data, and the second section was for the prioritization of the 23 training actions. Each of those 23 training actions had to be evaluated by respondents four times based on four criteria. These criteria were as follows, which is feasibility, effectiveness, deliverability, and maximum impact. So these are the 23 actions that must be evaluated based on the four criteria that we mentioned, which is feasibility, effectiveness, deliverability, and maximum impact. But how we choose those four criteria? We choose those four criteria based on a method called Child Health and Nutrition Research Initiative methodology. It's a systematic priority setting methodology that is used to identify research priorities. It has been reported that it's the most frequently used method in research prioritization techniques. Also, it includes a large number of independent criteria, but we can use just a limited criteria based on the research needs. So, in this study, the needed criteria were the feasibility, effectiveness, deliverability, and maximum impact on competence improvements. Now, what we mean by feasibility is that the action itself is in theory applicable and reasonable. And what we mean by effectiveness is that the action will have a positive impact on improving IT skills if it is implemented. And for the deliverability, it means that the action is applicable to implement within the context of current circumstances and available resources of the expert's facility. And for the maximum impact on competence improvements, what we mean by this is that the action is going to have a great and maximum positive impact on improving IT skills if it is implemented.
After distributing the questionnaire, the response rates were almost 60%. Now let's discuss the results of the study. One of the objectives was to prioritize the training actions according to experts' opinion. Now, as a result from this study, that the most recommended action was to help recognize e-health as specialty. Now, this was an interesting findings. It confirms on the importance of implementing e-health specialty. Also, it has been reported that lack of recognition of the importance of e-health is one of the most common barrier to profitable e-health planning and implementation. So factors that promote this action should be undertaken. Such factors include changes in the educational policies of universities, Ministry of Health, and Ministry of Labor. Now, promoting health IT as a specialty would help in the integration between the digital world and the provision of healthcare services. There is some subspecialty that considered with this integration between the digital world and the provision of healthcare services. One of them is called the clinical informatics, which is already underway in countries such as USA, Germany, and Belgium. However, training and recognition of the certificates of IT specialists with no clinical backgrounds, such as the clinical informatics, health informatics, is surprising. These certifications need to be recognized by work authorities in order to certify the graduates to be able to find a place in the busy work health environments. The second most valued action was increasing workforce confidence through exposure to relevant IT solutions and medical technologies. Now, self-confidence increases the ability to acquire new knowledge and skills. The issue here is how to improve and increase the self-confidence. Now, the experts suggested that this could be achieved through exposure to relevant IT solutions and medical technologies. So this entails the importance of the practical involvement of workers in using medical technologies. The thing is that learning to use a new medical technology, it's not just about knowledge and skills, but it has also emotional factors. One of the most common associated emotional factor with learning a new technology is anxiety. Now, this anxiety might result from like fear of not knowing how to use the technology or danger of the technology, also its improper use. And it might also come from losing job or breach of a privacy. So there is many reasons that may cause anxiety. Now, one of the literatures has reported that the lack of sufficient access to technologies impairs the learning and adoption of IT skills by health workers. So this can actually support the result of this study. But this human and computer interaction requires strategies to help facilitating it, and this can actually result in improving the acceptance and use of the new technologies. The second objective of our study is to identify how different our prioritized actions from those reported by others. Now, in order to do that, we're going to make a comparison with a study conducted in the EU. It's a similar study with the same topic. Now, it has been found that there is a full agreement regarding only two proposed actions, which is the raising awareness of the importance of e-health and help providing instructional strategies and resources. Now, this finding shows that these two issues have the same level of priority in both developed and developing countries. However, there is a significant disagreement between our experts and those of EU study. Now, the first disagreement is that the integration of health IT in curricula at both undergraduate and postgraduate level action has ranked the first in the EU.
but it ranked 18th in ours. Now this gives a clue in how European experts look at the importance of integrating IT training at early stages of learning to ensure having graduates with a strong base of IT. Now the second disagreement is consulting healthcare professionals in the development process of the IT solutions, now which ranked 4th in the EU study and only 16th in ours. Now this may indicate that the local experts did not give significant priority to such consultation, even though it scored a high value, scored about 82.2. Now the third disagreement is that the scores of the EU study has ranged from 47.8 to 85.1, while those of ours has a much narrower range, which is from 71.28 and 92.28. Maybe a possible explanation of this is that the EU experts were more decisive in the prioritizing process of the actions, while ours took at most plausible ones. This might be a reason. Now let's give a brief conclusion. We can conclude that the locally prioritized training actions are actually very different from those reported by the EU. The most important actions to focus on are help to recognize e-health as a specialty and to increase the worker confidence through exposure to relevant IT solutions and medical technologies. Now, here are some of the recommendations. The first, we recommend that more study to be conducted on a larger scale involving experts representing all Libya. Also that authorities should take the results of this study in planning training programs for healthcare workers in order to improve their health, their IT skills, and also to support programs aiming at producing health IT specialists such as health informatics, and to think of the possibility of initiating clinical informatics as a subspecialty for healthcare professionals. And the last one would be provide health institutions with instructional strategies and resources. Now, here are some of the limitations of the study. The first one is that this is a survey-based study with all the limitations usually mentioned on reporting such studies. Now, another thing is that the relatively high response rate in our study, which is almost 60%, it might be because of the collegial relationships. The third limitation, which is the bilingualism used in the questionnaire, because we used the English version and also an Arabic version. Now, for future work, we really insist about conducting more studies on a larger scale involving experts representing all Libya. Here are some of the references that is used in the presentation, and thank you for listening. شكرا مهندسة جنان. ننتقل إلى فقرة مشاريع التخرج ونستهلها بالمهندسة خيرية شكري طرابلسي من قسم هندسة برمجيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خيرية شكري طرابلسي، متخرجة من قسم هندسة برمجيات بكلية تكنولوجيا المعلومات في الجامعة الليبية الدولية. أول شيء حابة نعبر عن سعادتي بمشاركتي وكوني جزء من اليوم هذا، اليوم العلمي، وحابة نشكر الجامعة على أنشطتها المختلفة والمميزة. مشاركتي اليوم حتكون بمشروع تخرجي ألا وهو إيثار، موقع إلكتروني خيري يختص بالأعمال الخيرية، وكان بإشراف الدكتور بلال الجبور، واللي حابة نشكره واجد إنه هو كان المساعد الأول في هذا المشروع. محتويات البرزنتيشن، أول حاجة حيكون في introduction بسيط للفكرة، ثاني حاجة ننتقل لمرحلة requirements، هنا حيتم تحديد الوظائف الأساسية اللي حيقوم بها الموقع،
ثالث حاجة حيكون في مرحلة الديزاين، هي نحن نديرو بلوبرنت أو خريطة عامة نتبعوها لتنفيذ الشغل. المرحلة الرابعة هي التنفيذ، ومرحلة أن نحن ننقل كل شيء من كونسبت إلى شيء برمجي وحقيقي واقعي. بعدها المرحلة الخامسة اللي هي التستينج. الانترودكشن، زي ما نشوفوا التطور الملحوظ في الأونلاين شوبينج وكيف قاعد جزء من حياتنا اليومية، وفكرة أن اليوم أي شخص قاعد عنده أكسس للإنترنت بكل سهولة ويقدر يشتري أي شيء من أي مكان. الريفولوشن اللي صايرة في عالم الويب أبليكيشن والموبايل أبليكيشنز ولدت فكرة أن ليش ما الأونلاين شوبينج يكون عنده هدف أسمى وأعمق من مجرد أنك أنت تشتري شيء وخلاص. جت فكرة ليش ما نديروا موقع نتسوقوا منه ونعرضوا حاجات للبيع، مثلا أنا نكون حاجة أنا مش محتاجتها ومع ذلك أنا ندير في عمل خيري ونساعد في الناس المحتاجة. بالنسبة للبروبلم ستيتمنت، في مشاكل ساعدا بتمسك بفكرة اللي نحنا قلناها، فكرة المشروع هذه، وإن نحنا ننفذوه ونسعى إن نحنا يصبح حقيقة ويقعد موقع بزار خيري. الفكرة الأساسية هنا إن نحنا شفنا إن في سوشيال جاب ما بين وما فيش تواصل فعال أو مباشر بين الناس اللي حابة تدير عمل خير وبين الناس اللي تشتغل في المجال هذا، سواء كانت من منظمات أو أشخاص. ومشكلة صعوبة عملية التبرع بحد ذاتها، الحل إن إحنا نديره منصة أو بلاتفورم على شكل ويب أبليكيشن هدفه أنه هو يحقق التكافل الاجتماعي، لأنه حيشجع الناس أنها هي تعرض حاجات للبيع يستفيد منها ناس ثانية، وفي نفس الوقت الريع بتاعها الفلوس تمشي للناس المحتاجة، وبالمرة يكون موقع خيري متكامل يساعد على جمع التبرعات، مثلا زي في المواسم المهمة زي رمضان، وإذا كان في مثلا موسم شراء ملابس العيد أو ملابس الشتاء. الايم والابجكتيف بتاع المشروع، الهدف الاساسي من ناحيه تقنيه ان احنا نبغى نديره سوفتوير برودكت يكون كواليتي عالي، يكون يوزر فريندلي، وفي نفس الوقت الويب ابلكيشن يكون ويب ابلكيشن مختص بالعمل الخيري. كيف نحقق الايم هذا؟ عن طريق عده ابجكتيفز، منها ان احنا نديره انشيت للبروجكت، نديره له دراسه، ثم نديره نطبقه او ننفذ الشغل عن طريق ان احنا نديره مودلز وكود، وبعدها في الأخير حنديروا verification أن نحن كل شيء تمام معانا وكل شيء يطابق الواقع. بالنسبة لي الفيزيبيليتي ستادي، الفيزيبيليتي ستادي هدف منها أن نحن نعرفوا هل يمكن تنفيذ المشروع يلاقي إعجاب الناس وتفاعل من الناس أو لا. تم إجراء إحصائية لعينة عشوائية من المجتمع الليبي، والإحصائية كانت أونلاين سيرفي لضمان وصولها لأكبر عدد ممكن من الناس ولشرائح عمرية مختلفة. السؤال الأساسي اللي كان في السيرفي أنه هل الفكرة أن يكون في موقع إلكتروني خيري، هل فكرة تحسها أن هي عملية، وهل تشوف في روحك في يوم من الأيام تكون يوزر لموقع زي هكي؟ الريسبونس كانت 98% من الريسبونس نعم، اليوزرز أو الناس متقبلة فكرة زي هذه وحابين أن هم يكونوا involved in it. فكان النتيجة إيجابية وخلتنا ننفذ ونبدأ في تنفيذ المشروع. بالنسبة لي مرحلة الـ requirements تم جمعاً أو استنباطاً على بثلاث طرق. أول طريقة هي brainstorming، كانت مع المشرف لتخطيط أن شن الحاجات اللي نحن حنديرون حيكون مناسبات لمشروع زي هكي، شن الوظائف اللي حيكون من ناحية تقنية ومن ناحية software أنه حيكون شيء ممتاز. بالنسبة للobservations، طريقة كانت أن أنا مشيت تم الحضور بازار خيري تم تنظيمه من قبل جمعية أيدينا للتكافل الاجتماعي. البازار شفت البروسس تاع جمع تبرعات، آلية بيع المنتجات، وشن المنتجات اللي تناسب مع الناس ويمكن يشروها، وفكرة أن المنتج فلوسه حيمشى لجهة خيرية الإقبال عليه أكبر.
الانترفيوز كان برضو مع جمعية أيدينا، وتم الحصول منهم على معلومات في مجال الخيري والمجال الجمع تبرعات، كيف ان هم الحاجات اللي هم ممكن المعلومات اللي ساعدنا في بناء موقع زي هيك. بعد ما تم تحليل المتطلبات بعدة طرق زي اليوز كيس دايجرام واليوز كيس تيبلز، تم استنباط مجموعة من الفانكشن والنون فانكشن ريكويرمنتس. الفانكشن ريكويرمنتس هن الوظائف الأساسية اللي حيقوم بيهن الويب أبليكيشنز، حاجات مش حنقدر نستغنوا عليهن ولازم يكونن في التنفيذ موجودات. مثلا مثال على هكي ان اليوزر يقدر يدير لوج ان للسيستم عن طريق يدخل الايميل والباسورد بتاعه، واللوج ان انفورميشن هذه حتكون مسجله في الداتابيز. النون فانكشن ريكويرمنتس هن الوظائف الريكويرمنتس اللي حيعطينا كواليتي للسيستم وحيميزنا للسيستمز الثانيات. مثال على هكي ان اليوزابيليتي بتاع الموقع حيكون سهل بسيط، مش محتاج اي دوره او اي حد او صعوبه في استعماله. اليوزر حيلقى روحه انه هو حاب انه هو يستعمل الويب ابلكيشن. بالنسبه للبروسيس موديل المستخدم، البروسيس مودلز المستخدم في هذا المشروع هو الانكريمنتال موديل. الانكريمنتال موديل هي مثل لتطوير software application، بحيث ان software يصمم وينفذ ويتم اختباره incrementally، يعني بطريقة تزايدية لغاية ما يطلع عندنا البرودكت النهائي اللي هو working software. فوائدها ان يبان علينا موقع الكتروني او working system يشتغل من المراحل الاولى في التنفيذ، ونضمن ان الاخطاء اقل وما يصيرش صدمة ان بعد ما نكمل الشغل يطلع مش زي ما هو متوقع. كيف ما نوضح في البرزنتيشن، هذا diagram بتاع incremental model في عملية initiation requirement elicitation، بعدين ان احنا نقسم requirements بناء على prioritize prioritization تاحن، بعدين حيتم عملية الiteration أو الincremental من مرحلة design إلى مرحلة testing لغاية ما يطلع عندنا final product. بالنسبة للrelease plan كان تقسيم الrequirements على 3 increments. أول increment كانت مختصة بحاجات أساسية في الموقع، إن كيف أنا ندير accounts للusers وللadmin. ثاني increment هي أن نحنا functions ثانيات، زي أن اليوزر يقدر يحط items والأدمن يقدر يقبلهم. ثالث increment هي أن نحن توجي عملية الشراء، كيف شنو procedures المعينات اللي حيصيرن في العملية هذه، وفي الأخير حيطلع عندنا final product وهو software كامل. نجو لمرحلة design واللي هي المرحلة اللي كل تم فهم المتطلبات وحيتم ترجمتهم إلى plans و architectural designs عشان نزيد نفهم السيستم ونقربوه، عشان يكون فينا عندنا components عشان نبدو التنفيذ. بالنسبة لأي process فيها inputs وفيها outputs. الانبوتس لمرحله الديزاين هن ريكويرمنت سبيسيفيكيشنز، وحنديروا عليهم اكتيفيتيز، وبعدين حيطلع عندنا الاوتبوتس اللي هن حيطلع عندنا ابلكيشن سبيسيفيكيشن، انترفيس او يوزر انترفيس سبيسيفيكيشن، وداتابيس سبيسيفيكيشن. في عده طرق لتحليل او ديزاين ان architectural design، منها الاكتيفيتي دايجرام. هنا واضح الاكتيفيتي دايجرام ميزته ان هو يوضح اليوزر اول ما يدخل على السيستم شنو الوظائف اللي هو حيديرهن. الكلاس دايجرام يوضح طريقة الديتا، شنو أنواع الديتا اللي حتكون موجودة عندي في السيستم تاعي، وشن كيف حتكون تقسيمهن، وشنو الميثودز اللي حتدير بروسس على الداتا هذه. السيكونس دايجرام يوضح كل اكتر وشن حيقوم من وظائف، وشن التسلسل الزمني لهذه الوظائف. بالنسبة نجو لمرحلة اليوزر انترفيس ديزاين، هي المرحلة المحببة لقلبي بصراحة. المرحلة هنا حنديرو بروتوتايب، يوضح لنا شنو الشكل اللي حيكون للابليكيشن، خير ما احنا نبدو كودينج وبعدين نصدمو انه مش هذين الالوان اللي احنا نبوهن، مش هو النمط اللي احنا نبوه للابليكيشن بتاعنا. تم اختيار هوية لإيثار عشان يكون مميز وله user experience خاصة به.
بعدين هذينا مثال على اليوزر انترفيسز زي الهوم بيج، واضح فيها ان الالوان مريحات جميله متناسقات، في هدوء للعين عشان لما تشوفها تحب ان اليوزر يحب انه يستخدمه. هذه اللوج ان بيج، في صفحه ثانيه هنا توضح طريقه عرض الايتمز. ننتقل الى الديزاين باترن. ديزاين باترن هو تمبلت او ديسكريبشن نتبعوه عشان ننفذ سوفت وير ونخلو وفكره ان انت تخلي الكود يتبع باترن معين يكون مفهوم اكثر واسهل في تعديله وصيانته. الامفيسي باترن يقسم الابلكيشن الى ثلاثه، الموديل والفيو والكنترولرز. طبعا الامفيسي تستعملها عدة من التقنيات زي الـ PHP والـ Python C Sharp والجافا، كلهم يشتغلوا ويعتمدوا على Architecture of MVC. نشرح شوية على الـ MVC. الموديل هو جزء المتعلق بالداتابيز، يتعامل مع الداتا. الفيو هي عبارة عن الـ Visualization للداتا، هذه اللي حتبان على اليوزر. والكنترولر هو الوسيط ما بين الاثنين. الـ MVC هي واحدة من فوائد أن يتوفر low coupling والhigh cohesion، هو concept معروف في software engineering، وأي software system يطمح أنه هو يكون has a low coupling code and a high cohesion. نجي إلى الإطار العمل اللي تم استخدامه في هذا المشروع، هو Laravel. Laravel هو open source free framework لبناء وتطوير الويب applications، يعتمد اعتماد كلي على الـ MVC architecture أو الـ MVC pattern في آلية شغله. الفريمورك يخلي الـ implementation أسهل، وفي ميزة ثانية زي الـ authentication والsecurity في عالي، لأنه يستخدم في تقنية تمنع الـ CSRF أو هي الـ Cross Site Request Frequency، وهي تمنع أي أتاك أنه هو يوصل للسيرفر، لأن هي تمنع الأتاك من ناحية الـ Client. في نفس الوقت Laravel يوفر الـ Migrations والـ Blading، وهنا حاجات مميزات وخلى الـ Implementation سهل. الـ Blading يدير في سباجيتي ما بين الـ HTML والـ PHP بطريقة سهلة ومنظمة. ننتقل إلى مرحلة الامبلمنتيشن. الامبلمنتيشن هنا المرحلة إن إحنا حنترجم كل شيء إلى كود ونبدأ نشوفه في الريزولتس. التكنولوجيز المستخدمات في بناء هذا المشروع بالنسبة للفرونت أند كان HTML، طبعا JavaScript، CSS و Bootstrap. لغة البرمجة كان PHP. الويب ستورم هو كان التكست اديتور لهذا المشروع. اللارجون هو كان الجي او اي ابليكيشن يشغل اللارفل، وهو يوفر ايزوليتد انفايرمنت للشغل. ماي اس كيو ال هي كانت الداتابيز المعتمدة. كيف ما قلنا ان لارفل يطبق في الديزاين باترن، ففي الموديل واضح ان احنا نتعامل مع الداتا كيف حتكون شكلها وشنو كيف هي تتعلق بالديتا الثانيات. المايجريشنز هنا حاجه تستخدم في لارفل، تنقل الداتا او تنقل الداتا من الداتابيز ولا الى الداتابيز. الكنترولرز هنا الوسيط ما بين قلناك الفيو والكنترولر، ففيها اغلب اللوجيك. الراوتس هي شيء ايضا في الكنترولرز، يعرض يرتب كل شيء حينعرض على الفيو. الفيوز هنا البي اتش بي فايلز اللي فيهن جو الاتش تي ام ال والسي اس اس. بعدين حننتقلوا على الجان شارت للمرحلة الامبلمنتيشن. طبعا بما ان قسمنا المشروع على انكريمنتس، فكان لازم ان نحن يكون في خطة زمنية. كل انكريمنت تم الحمد لله تسليمها في وقتها، وتم حساب وقت لان نحن نديروا يونت تيستينج لكل انكريمنت، ثم انتجريشن تيستينج لكل انكريمنت وما قبلها. نقول مرحلة التستينج. مرحلة التستينج هي مرحلة ان احنا نبون نتأكدوا ان كل شيء يشتغل زي ما احنا
متفقين عليه. في عدة ميثودز ان نحن نديرو تيستينج زي التست كيسز والتست ماتريكس. تست كيس هي مثلا احنا حيكون فيها ديتا زي هل شنو نوع التست اللي ندار، هل هو بلاك بوكس تيستينج او وايت بوكس تيستينج، هل هو تست تو باس او هل هو تست تو فيل، شنو الداتا اللي استخدمت في هذا التست، من دار التست، وتوثيق للديتا للديتا اللي تم فيه اجراء هذا التست. كconclusion بعد ما تم استخدام process model واعتماد design pattern طلع عندنا software application وهو إيثار. إيثار موقع خيري، له هوية خاصة به، له روح يعني. فحنديروا شوية تور على الابليكيشن قبل ما ننهي البرزنتيشن. شكرا لمهندسة خيرية. ننتقل الآن إلى مشروع التخرج الثاني يلقيها الطالب علي براس علي من قسم الشبكات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم زميلكم علي براس علي. اليوم بإذن الله تعالى حنشارك في اليوم العلمي في الجامعة الليبية الدولية بمشروع التخرج بتاعي، واللي هو Designing Virtual Desktop Infrastructure أو ما يعرف بـ VDI داخل الجامعة. طبعا المشروع تم إعداده تحت إشراف الأستاذ القدير رامي رضوان، نوجه له كل التحية والشكر. مبدئيا ناخذ نبذه مصغره عن الفي دي اي. طبعا الفي دي اي هي عباره عن كومبيوتينج سيستم، ولما نقول كومبيوتينج سيستم معناها عندنا نوعين من الكومبيوتينج، في تراديشنال كومبيوتينج وفي المودرن كومبيوتينج. تراديشنال كومبيوتينج هذه هي اللي نحن نشوفه فيها في مؤسساتنا بصفه عامه، هي اني انا كل موظف داخل المؤسسه او كل يوزر داخل المؤسسه نجيب له بي سي خاص به سيبريتد من الاجهزه الاخرى. للاسف ان الموضوع هذاهي فيه مشاكل عديده من ناحيه المانجمنت، من ناحيه المونيتورنج، ايضا من ناحيه حتى السكيورتي والابديتس والى اخره والسبورت. تمام. نوع الكمبيوتينج هذا يسمى بي ديستريبيوتد كمبيوتينج سيستم، ويعتبر هذا هو التراديشنال وفيه مشاكل واجده للاسف. من هنا جت فكره الفي دي اي. الفي دي اي هي يونيفايد كمبيوتينج سيستم. شو معنى كلمه يونيفايد؟ هي اني انا ندير داتا سنتر، كل يوزر نعطيه فيرتشوال ماشين داخل الداتا سنتر هذه يدير عليها اكسس ريموتلي. في الحاله هذه اليوزر عندي شن قاعد اسمه ثين كلاينت، بحيث انه هو يقعد مسؤول على عمليه الانبوت والاوتبوت فقط لا غير، بينما عملية البروسيسنج تتم فعليا داخل الداتا سنتر، على عكس تراديشنال انفراستراكشر اللي هي كانت فات كلاينت اللي هو يدير في البروسيسنج بروحه، وايضا في حتى الكومبليت سيستمز اللي هو حتى الادمنستريشن يدير فيها بروحه وما عندهش دومين عالق عليه او ما فيش اي ادمنستريشن بلانز داخل المؤسسات. تمام. باهي، شنو المزايا اللي يضيف لي الثين كلاينت؟ طبعا الثين كلاينت هو تكلفته رخيصه بحكم انه هو يعني بي سي، لكن بي سي صغير بكر ومواصفاته ضعيفه جدا، بحيث انه هو يمكنني من اني ندير اكسس على الفيرتشوال ماشين بتاعتي فقط
لا غير، وبالتالي بما انه هو سعره رخيص فحينقص التكلفة الإجمالية للموظفين بالكامل، أيضا ما يستهلكش في باور واجد، كذلك ما ياخدش في مساحة كبيرة من المكتب أو من البيئة اللي هو قاعد فيها. باهي، شنو هن الانهانسمنتس اللي ممكن نضيف للفي دي اي للليمو؟ طبعا من الركائز الاساسيه للفي دي اي هن السنتراليزيشن والموبيليتي. السنتراليزيشن شنو هي؟ السنتراليزيشن شنو ممكن ان هي توفر لي؟ اول حاجه تسهل لي عمليه المونيتورنج والمانجمنت، تمام، بحيث ان هي طبعا سنتراليز انفايرمنت، فعمليه المانجمنت والمونيتورنج تتم من مكان واحد، فالعمليه اسهل بواجد. ايضا لو اني انا نبي نطبق سكيورتي بلانز، الموضوع اسهل بواجد من انه هو يقعد ديستريبيوتد، تمام. فعمليه السكيورتي بلانز ممكن يطبق بشكل اسهل بما انها هي سنترلايزد انفايرمنت يعني، تمام. ايضا زادت لي من عمليه الافشنسي. شن هي الافشنسي؟ من اي ناحيه؟ من ناحيه شنو؟ اهدار الريسورسز. يعني كيف؟ يعني مثلا انا كل يوزر، طبعا الفي دي اي معتمده اعتماد كبير جدا على عمليه الفيرشواليزيشن، بحيث اني انا كل يوزر نعطيه مخصصاته الفعليه من الريسورسز بدون اي اهدار، فالعمليه هذه زادت من الافشنسي بتاعت الريسورسز عندي. ايضا وفرت لي عمليه السكيلابيلتي، بحيث اني انا نقدر نزيد من الريسورسز بتاعت اليوزر، مثلا زي الرام او زي استورج والى اخره، او اني ننقصهم وبدون ما يصير اي تاثير على الفيرتشوال ماشين، وهي حتى تشتغل في نفس الوقت يعني بدون اي مشاكل، تمام. ايضا زادت لي من عمليه البرفورمانس. طبعا في تراديشنال انفايرمنتس من اصعب الاشياء هي انك انت تحافظ على البرفورمانس بتاع الاجهزه، بحكم انك انت تدير ابديت للاجهزه كلهن يقعدن اب تو ديت، ايضا باش انك انت تكون مثبت اخر الاصدارات واخر البرامج عندك في الشبكه، ايضا من ناحيه السكيورتي والى اخره، تمام. فالعمليه هذه صعبه في الديستريبيوتد انفايرمنت، بينما في الفي دي اي او في اليونيفايد كومبيوتينج سيستم العمليه هذه اصبحت سهله جدا، بحيث اني انا ممكن ندير ابديت لجميع الفيرتشوال ماشينز في نفس الوقت، ايضا اني انا ندير ايضا اني انا ننزل برامج جديده لجميع الفيرتشوال ماشينز ايضا في نفس الوقت. طبعا كذلك زي ما تكلمنا مسبقا ان من اهم الركائز الاساسيه للفي دي اي هي الموبيليتي، فبالتالي طبعا الموبيليتي وفرت لي امكانيه ان اليوزر يستعمل خاصيه برينج يور اون ديفايس، بحيث لو انه هو قاعد داخل المؤسسه يستعمل الثين كلاينت الخاص به باش يدير اكسس، ولو انه هو خارج المؤسسه يقدر يستعمل اللابتوب بتاعه او حتى الموبايل او التابلت لو انه هو قاعد في الحوش، او لو انه هو حتى مسافر لدوله واحده اخرى. فبالتالي هنا عندنا بيئه الكمبيوتنج اصبحت فليكسيبل، وبما انها هي فليكسيبل فهي حتزيد من انتاجيه الموظفين داخل المؤسسه. كذلك الفي دي اي تنقص التكلفة الإجمالية على المدى البعيد. لما أنا نجيني بنطبق الفي دي آي في الوقت الحالي للأسف إن هي تكلفتها غالية، لكن على مدى مثلا 20 أو 30 سنة لا، هي أوفر بكثير من الـ Distributed Computing System. أيضا تنقص لي التكلفة التشغيلية، أنا بدل ما نجيب 10 أو 20 موظف تعين آي تي، أنا في الفي دي آي ممكن نجيب موظف أو موظفين فقط لا غير، يديروا لي العملية هذه كاملة بدون أي مشاكل، تمام. شن هي شن هن الكومبوننتس بتاعت الفي دي اي؟ طبعا زي ما تكلمنا مسبقا ان الفي دي اي معتمده اعتماد كبير جدا على الفيرشواليزيشن، مطبقه فوق فيزيكال انفراستراكشر. شن هو الفيرشواليزيشن اللي تستعمل فيه الفي دي اي؟ اول حاجه عندنا الهايبرفايزر. الهايبرفايزر هو السوفت وير لاير او الفيرشواليزيشن لاير اللي عن طريقها ننزل فوقها شنو؟ فيرشوال ماشين خاصه باليوزر. شن هي الفي دي اي سولوشن؟ الفي دي اي سولوشن هي اللي تمكن الاند يوزر ان هو يدير اكسس على الفيرتشوال ماشين بتاعته عن طريق يوزر نيم او باسورد. طبعا الفيرتشوال ماشين هذه اللي هي مثبته فوق الهايبرفايزر، تمام. ايضا عندنا الكنترولر. الكنترولر هذا شنو فكرته؟ لو اني انا عندي ثلاثة او اربع سيرفرات مثلا او اكثر مثبت عليهم هايبرفايزر، عن طريق الكنترولر نقدر ندير كنترول على جميع الهايبرفايزرز هذينا من سنجل سكرين، واني انا ممكن نعملهم كلهم از سنجل هايبرفايزر، فسهل لي عملية ادارة الهايبرفايزرز هذينا بشكل كبير. من اشهر الشركات اللي وفرا في الفيرشواليزيشن في الفي دي اي الفي ام وير والسيتريكس والمايكروسوفت، تمام.
نجو على صعيد الفيزيكال انفراستراكشر، في عندنا تراديشنال انفراستراكشر واللي هي طبعا انفراستراكشر قديمه، وللاسف ان هي فيها مشاكل واجده من ناحيه الكومباتيبلتي ومن ناحيه ان هي تبي موظفين واجد والى اخره، فللاسف ان هي نحن طبعا استبعدناها. ايضا في الكونفرج انفراستراكشر، هي نفس فكره التراديشنال انفراستراكشر بس عباره عن راك يجي من براند وحده، ايضا حتى هي فيها تقريبا نفس مشاكل التراديشنال. بعدها جتنا فكره الهايبر كونفرج انفراستراكشر. انضافت الهايبر كونفرج انفراستراكشر طبعا بعد ما نتكلموا على الداتا سنترز، نحن نعنوا ثلاث اشياء: الكمبيوتينج والستورج والسويتشنج. تمام، شنو هو الكمبيوتينج؟ الكمبيوتينج هو البروسيسور والميموري. تمام، والسويتشنج شنو هو؟ هو اللي يدير عمليه الكونكشن ما بين الكمبيوتينج والستورج. وطبعا الستورج في تراديشنال انفايرمنت للاسف ان الستورج نحطه فيها ايزوليتد ونحطه في الستورج اري، بينما في الهايبر كونفرج انفراستراكشر وفرت لي امكانيه اني انا نجيب راك، الراك هذاي نحط فيه سيرفرات، السيرفر هذاي يوفر لي امكانيه الكمبيوتينج من ناحيه البروسيسور والميموري، ايضا يوفر لي عمليه النتوركينج، كذلك يوفر لي عمليه ستورج بحيث انه هو يشيل لعند ممكن 23 او 24 هارد ديسك. تمام، كذلك الميزة الأخرى اللي داخل الهايبر كونفيرج انفراستراكشر هي أني أنا نقدر نحط سوفتوير، السوفتوير هذا يعمل لي جميع السيرفرات هذينا as a single server، بحيث أني أنا ممكن نجري لهم بولين كلنا على بعضهم ونخليهم كأنهم سيرفر واحد بدون أي مشاكل. من أهم الشركات اللي توفر في الفيزيكال انفراستراكشر بتاع الـ VDI أو الفيزيكال انفراستراكشر بتاع الـ Data Centers بصفة عامة، سيسكو والنيوتانكس والديل والبيفوت. تمام، طبعا احنا السولوشن بتاعتنا اخترناها من في ام وير وسيسكو. ليش في ام وير؟ لان هي اكثر شركه توفر في دعم على منتجاتها. وليش سيسكو؟ لان هي اكثر شركه رائجه في السوق الليبي. باهي، شنو هو الفي ام وير اي اس اكس اي؟ هذا هو الهايبرفايزر بتاع الفي ام وير. وشنو هو الفي ام وير هورايزون؟ هذا هو الفي دي اي سولوشن بتاع الفي ام وير. ايضا الفي سنتر هو الكنترولر بتاع الفي ام وير. تمام، شنو هو عنده؟ طبعا حنضيفه اكتف دايركتوري واس كيو ال سيرفر. اكتف دايركتوري هو المسؤول انه هو يخلي جميع السيرفرز داخل دومين واحد. ايضا الاس كيو ال سيرفر باش انه هو نخزنه فيه الاوبريشنال داتا زي مثلا اليوزر نيم والباسورد اللي الاند يوزر حيدير بيه مثلا لوجن. ايضا الفيلانز باش اني انا النتورك بتاعتي نقسمها الى مالتيبل فيرتشوال نتورك، كل فيرتشوال نتورك خاصه بنوع ترافيك معين. شنو هو سيسكو هايبر فليكس؟ هذا هو السيرفر اللي توفر فيه سيسكو للهايبر كونفرج انفراستراكشر. شنو هو سيسكو يو سي اس مانجر؟ هذا هو السوفت وير اللي يدير في الاوتوميشن داخل السيسكو هايبر كونفرج انفراستراكشر، اللي هو ننزله فيه على سويتش نوعه يسمى بالفابريك انتركونكت. شنو هو النكسوس سويتش؟ هو عباره عن توبو فراك سويتش، مهمته بس يعطيني النتورك كونكشن للراك بالكامل. تمام، طبعا نحن درنا سيرفي داخل الجامعه الليبيه الدوليه، ومن خلال السيرفي قسمنا اليوزرز الى نورمال يوزر هو الموظف العادي، واللاب يوزر هم الاجهزه اللي في اللابات، وعندنا نحن هنا ايضا السبيشال يوزر هم اليوزرز اللي بمواصفات عاليه، ايضا السيرفيس يوزرز اللي هن الفيرتشوال ماشينز الخاصات بالسيرفيس فيتشرز زي مثلا الفي سنتر والهورايزون والى اخره. تمام، باهي السولوشن بتاعتنا هنا من شن تكونت؟ اول حاجه طبعا تكونت من 8 سيرفرات باش يغطون العمليه بالكامل. ايضا تكونت من 2 فابريك انتركونكتس و2 نكسوس سويتشز. طبعا الفابريك انتركونكت والفابريك انتركونكت والسيسكو اخترناهن لغرض انهن يعطيني انهن زي الباك اب بس فقط لا غير. تمام، وبعد ما نحن نقول 8 سيرفرات معناها عندنا 8 اي اس اكس اي، وعندنا واحد في سنتر باش انه هو يدير كنترول على جميع الهايبرفايزرز، وعندنا واحد هورايزون فيو باش يدير اكسس. ايضا نحن هنا عندنا واحد اس كيو ال سيرفر وواحد مايكروسوفت اكتف دايركتوري حننزلوه، وايضا عندنا نحن هنا الفيلانز بتاعتنا مقسمات بالشكل التالي داخل الجدول. هنا عندنا اللوجيكال انفراستراكشر بتاعتنا، عندنا تو نكسوس سويتشز تمام معلوقات مع بعضهم، وعندنا تو فابريك انتركونكتس معلوقات مع بعضهم، وعندنا نحن هنا طبعا 8 سيرفرات. الهوست 1 والهوست 8 هذين مستخدمين نحن لغرض خاص شويه. الهوست 1 ننزلوا عليه الفيرتشوال ماشينز الكريتيكال زي الفي سنتر وزي الاس كيو ال سيرفر وزي الهورايزون فيو والى اخره، والهوست 8 يشتغل كهاي افيلابيلتي للسيرفر الاول، بحيث لو انه صار فيلر في السيرفر الاول، السيرفر الثامن هذا ايش حيغطي. ايضا السيرفر الاول
اي كريتيكال فيرتشوال ماشين عندنا حنزلوها عليه. اللي عندنا نحن هنا من السيرفر الثاني لعند السيرفر السابع هذين نحطوا فيهن الفيرتشوال ماشينز بتاعت اليوزرز العاديات. كذلك عندنا نحن هنا الفيلانز قاعدات في الداخل. شن هي الفي بي سي؟ هنا عندنا الفي بي سي هي فيرتشواليزيشن تكنيك تخليني ناخذ مثلا تو كيبلز نخليهن يشتغلن فيرتشوالي از ا سنجل كيبل، بحيث ان هن شنو، بحيث ان احنا نزيدوا في الثروبوت بتاع الكيبلز فقط لا غير. وهنا عندنا الفيزيكال ديزاين اللي هو 8 سيرفرات، كل سيرفر معلوق بكيبلين على الفابريك انتركونكتس، والفابريك انتركونكتس هذينا معلوقات بكيبلين على النكسس سويتشز. اللينكس هذينا اللي ما بين الفابريك انتركونكتس وما بين النكسس سويتشز هذينا يشتغلن ككيب الايف لينكس، بيش ان هن يشيلن المانجمنت ترافيك ما بين السويتشين في حاله ان مثلا واحد من السويتشات صار له فيلر، السويتش الاخر يشتغل بداله. تمام. نوع الكوابل هنا عندنا طبعا الكيبل الاصفر هذا الانتر كونكت، والكيبل الاسود هذا هو الكونفرج كيبلز اللي يوفر جميع الفيتشرز بتاعت السيرفرز، والكيبل الازرق هذا هي عباره عن 10 جيجا بت ايثرنت كيبل. تمام. باهي شن هن الليميتيشنز اللي واجهتنا؟ للاسف الشديد نحن ما تحصلناش على الريسورسز الكافيات باش ان نشغلوا المشروع بتاعنا هذا ونديروا عليه تيستينج ونجربوه. ايضا نحن ما كانتش عندنا التكلفه الكافيه او القيمه الماليه الكافيه باش ان نحن نديروا امبلمنتيشن للمشروع بتاعنا هذا على ارض الواقع. ايضا كنا نحن تمنينا ان نحن نديروا ديزاستر ريكفري بلان في لوكيشن واحد اخر داخل خارج بنغازي او خارج ليبيا، لكن للاسف العمليه هذه كانت صعبه. ايضا كنا نتمنوا ان نديروا فولت توليرانس للراك بتاعنا بحيث ان نجيب راك واحد ثاني نفسه يشتغل كباك اب للراك اللي عندنا. تمام. الفيوتشر ووركس ممكن ان نحن كل طالب داخل الجامعه الليبيه الدوليه ممكن ان نحن نوفروا له فيرتشوال ماشين خاصه به. ايضا ان نحن ممكن نديروا ديزاستر ريكفري بلان في مدينه اخرى غير بنغازي، او ممكن ان الجامعه الليبيه الدوليه تفتح فرع في مدينه اخرى او دوله اخرى ونديروا فيه ديزاستر ريكفري بلان. ايضا ممكن ان نحن نطبقوا عمليه الفي دي اي هذاهي في قطاعات اخرى غير الجامعه الليبيه الدوليه داخل ليبيا، سواء كانت قطاعات حكوميه او قطاعات خاصه. ايضا ممكن ان احنا نديروا اونلاين في دي اي بلاتفورم بحيث ان هي تكون ايش تخش انك انت تختار الريسورسز بتاعتك وتدفع البيمنت بتاعتك وتاخذ سبسكريبشن عندنا. ونشكركم على حسن الاستماع وبارك الله فيكم. شكرا للطالب علي. ننتقل الى مشروع التخرج الثالث، تلقيها المهندسه ولاء مفيده التجوري من قسم المعلوماتيه الصحيه. Hello everyone. Hope you are having a good day. My name is ولاء التجوري. I'm a health informatics graduate. Today I'm here to present my research project which is titled as a e-prescribing system perceived benefits and barriers of its application among physicians at Benghazi Medical Center. Those are the topics I'm going to discuss in my presentation. Over the years, physicians preferred the handwritten prescription as a communication method for pharmacists to distribute medication, until the electronic prescribing system became an important subject among other electronic health solutions to process the health medical data. Before talking about the electronic prescribing system, we have to define what is health information technology, or HIT. HIT is the application of information technology to healthcare. This alludes to the electronic systems used mostly by healthcare professionals to store, share, and analyze health data. Electronic prescribing system in a brief description is a system that allows physicians to send patient prescription information to the pharmacies electronically. Now we will watch a short video as an example to clarify more about the e-prescribing system. Tired of paper prescriptions? Calling pharmacies and waiting on hold?
prescribe on the go. Receive electronic renewal requests from pharmacies. Electronically review full patient medication history and cross-check user-specific drug and allergy interactions, all before prescribing. Ready to send out a prescription? RxNT ERX lists prescriber favorite pharmacies as well as patient preferred pharmacies. RxNT ERX is fully DEA compliant and SureScripts certified for electronic prescribing of controlled and non-controlled substances. Moving on to the importance of this system. Why e-prescribing system is important? The advancement of this system quite reduced the need of paper use. It allows physicians to access to the patient history after a patient consent and reduce several medical errors. Increase efficiency mainly due to dispense of paperwork and reduce the need of communication between pharmacist and healthcare provider to clarify the prescription. It's also enhancement of patient safety by increasing prescription legibility, decreasing the errors related to the handwritten prescription, such as select and incorrect drugs, dosage, or misunderstanding of handwritten prescription. Also cost efficiency. While e-prescribing offers many benefits, there have been significant barriers to implementation, including cost, privacy issues. While this system is a web-based, so data is transmitted wirelessly. Then, if there's no appropriate firewall and strong security system, information could be hacked at any time. Lack of human and material resources is also a barrier, and lack of support, design and technical concerns, and also legal issues. Problem statements. The lack of knowledge of health information systems, the lack of awareness of its importance, and the benefits derived from properly integrating technology to the healthcare systems are the main obstacles that prevent the development and improvement of healthcare. Despite all the advantage associated with the use of e-prescribing system, their application in developing countries, including Libya, and studies on their importance are not receiving the necessary attention. Therefore, it's required to shed light on the importance of this system and their benefits, and to identify the main obstacles that prevent their application in Libya. This research has raised the following question. What is the electronic prescribing system and how does it work? Does the application of the electronic prescribing system provide benefit for the health sector? And if there are any obstacles hindering the implementation of this system? And finally, what are the physicians' opinion and the benefit gained from using this system? The obstacles that delay its application in PMC, and if they do have the desire to deal with this system or not. This study aims to assess physicians' perception of perceived benefits from electronic prescription and barriers of its application at Benghazi Medical Center. This aim would be broken down into the following objectives. First, to view the benefits of e-prescribing system, to assess the barriers related to the implementation of e-prescribing system, also to explore the physicians' attitude in Benghazi Medical Center and the extent of their knowledge of this system, to review the background of the related research, and finally to discuss the results. Several studies have examined and analyzed physicians' perspective on the benefits and barriers related to the use of e-prescribing software, including a study made in 2019, explore and discuss physicians' perception toward the electronic prescribing system at Academic Medical Center in Saudi Arabia.
More than 80% of physicians expressed their satisfaction as the software reduced cost for both pharmacies and hospitals, and helped on viewing the history of prescribed drugs. However, the overall satisfaction towards this kind of software is observed as 52%, which needs more improvement. Another study conducted that Swedish physicians in the group studied was generally satisfied with the e-prescribing software. More physicians consider that they were able to provide a better patient service with using e-prescribing system. A significant number of physicians stated that e-prescription were more secure and safe than handwritten prescription. On the other hand, some issues that may affect the e-prescribing process are identified and still warrant improvements. The methodology. This is a descriptive cross-sectional study that has been conducted at Benghazi Medical Center to explore and evaluate physicians' opinion about the perceived benefits and barriers of e-prescribing system. A self-prepared questionnaire was designed to get the data from the selected sample, the characteristics of which are as follows. This study targets a doctor in different departments. 100 questionnaires were distributed randomly to the physicians in more than one specialization. Study boundaries. Scientific limitation, the assessment of physicians' perception of perceived benefit and barriers of using e-prescribing system in BMC. Administrative area, the BMC in Benghazi, Libya. Limited time frame from June to March 2020. Human resource or physicians in PMC. Study dimensions. This study highlights three dimensions to reach the expected result as follow: the extent of physicians' knowledge on e-prescribing system, the perceived benefit of using the system, and finally obstacles that of implementation e-prescribing system in PMC. The collected data entered into SPSS program for descriptive statistical analysis using frequency percentage. Results. The results show that more than 90% of physicians prefer e-prescribing system. First section of the questionnaire includes demographics data. The demographic data for PMC respondents have been analyzed, as table 1 shows the demographic characteristic of the respondents. The distribution of the study sample according to gender is that the majority are females, 61%, and males were 39%. The age group of physicians and the percentage of each age group are shown in table 2. The highest percentage is 40% related to the physicians who are between 29 and 33 years old. And 2% are between 59 and 63 years old. Moreover, the majority of population has from 0 to 5 years experience in the field of work as a physician, where 45%, where 35% have about from 6 to 11 years of experience. And the participants who have more than 11 years of experience are just 20%. Section P in the questionnaire includes the physician's belief about the perceived benefit of e-prescribing software. The results of the study indicate that 87% of physicians agreed that using e-prescribing system could save time and effort. The analysis also confirms that the highest percentage in the result of this section were positive. 89% of the population agree that the use of this e-prescribing system is going to help in reducing medical error related to misunderstanding of handwritten prescription. The data also suggests that
86% of physicians agree that e-prescribing system reduced the number of prescription losses. Section C in questionnaire include the barriers. Data analysis also demonstrates that the highest percentage in the result are related to the lack of proper infrastructure, whereas 84% of physicians agree that the lack of strong infrastructure is the major obstacles that hinder the application of this system in BMC. 70% of physicians believe that the lack of human and material resources is also a barrier, and 76% indicate that the lack of support from institution creates an obstacle to implementing this system. In addition, 82% of these physicians believe that one of the major barriers is the lack of awareness session about benefits of e-prescribing system. In conclusion, the study showed that physicians have a strong tendency to use e-prescribing system. Their perception of its application in PMC are mostly positive, especially toward the perceived benefits regarding to reducing medical error caused by misunderstanding of handwritten prescription, saving time and effort, reducing drugs interaction, and preventing from fraud and misuse of prescription. These results support the adoption of the use of e-prescribing system in BMC. However, on the other hand, several barriers that might hinder its application in BMC were expected. These barriers include lack of required infrastructure, absence of awareness sessions about the benefits of using the system, lack of support and lack of material and human resource. Finally, the study recommends to focusing intensely on arranging periodical awareness session and workshops to improve and increase the knowledge of the system, organizing training program to the user of the system, and improving weakness areas such as human and material resources, and providing reliable internet services to the old department to maximize the effective application and use of such systems. Also, soliciting sufficient support from the related organization before applying the system. And finally, boosting physicians' trust to employ the technology in healthcare services. Thank you. ننتقل الآن إلى فقرة البوسترات العلمية والتي نستعرض فيها بوستر العلمي للطالبة مريم فركاش من قسم هندسة برمجيات. السلام عليكم، اسمي مريم فركاش، طالبة في السمستر السابع لكلية تكنولوجيا المعلومات. تخصصي هو Software Engineering، والموضوع اللي حنتكلم عليه هو شيء الأغلبية يستخدموا فيه ويعتبر مهم جدا، اللي هو Cloud Computing. حنعطي عليه مقدمة سريعة وخلفية عنه يعني بصفة عامة، مزاياه وعيوبه وبعض التحديات اللي يواجهها الكلاود كومبيوتينج وحلولها. هذا الشكل العام للبوستر متاعي، فيه الكونتنتس كلهن، والسلايدات الجاية حنتكلم عليهن كل شيء بشكل منفصل. The abstract: a cloud operating system is a lightweight operating system that stores data and can access web-based application from a remote server. هو عبارة عن operating system خفيف، يعني يخزن وظيفته انه يخزن فيه البيانات. وبالنسبة للبوستر هذا حنعطوا عليه مقدمة زي ما قلت، بعض challenges والsolutions. Introduction: the operating system is the most important software. It works as an interface between the hardware and the user. The basic functionalities of the operating system are عدة functions، حنتكلم عليهم واحدة واحدة. بس هو أول شيء هو أهم software، لأنه هو أساس أي
هو نظام تشغيل أساس أي بي سي، يعني مش حتى بي سي، أساس أي جهاز، ويعتبر كإنترفيس، يعني يعتبر واجهة ما بين المستخدم وما بين الهاردوير. الوظائف resource management اللي هو أي manager يدير organize أو allocate resources، يعني يدير تنظيم لل resources، ممكن resources هذين يكون معدات أو materials، لضمان ال efficiency الفعالية. process scheduling هي task لل operating system، وظيفته يدير جدولة لل states معينات، زي شنو ال states اللي هن ready waiting وال running. الهدف الأساسي أو المهم من process scheduling أنه هو يخلي CPU شغال طول الوقت أو مشغول طول الوقت. CPU لازم يكون شي حالة خاملة، لازم يشتغل باستمرار، هذا علشان ينتقل من حالة لحالة، من ready مثلا أو من waiting للready أو running، هيك باستمرار يخليش CPU في حالة خمول. event handling هي mechanism that controls an event and decides what should happen if an event occurs، اللي هي تحدد اي event ممكن لازم يصير اذا صار حدث ما، يعني ينتقل من حدث الى حدث. طبعا الاشيو الاندر ستادي اللي درتها في البوستر ان قبل ما يجي الكلاود او قبل ما يطلعوا بفكرة الكلاود، كان في issues الناس ما عرفوش كيف يتجنبوهم، زي شنو recovery and backup issues. مثلا لو خسرت معلوماتك صعب انك ترديها، لو حطيتين في جهاز وخرب الجهاز هذا صعب ممكن انك تدير backup او duty format للجهاز، صعب انه يرد. security issues اكيد في كل حاجة دي ما تصير security issues. transfer of data نقل البيانات. accessibility امكانية الوصول، هذا نكلم فيه مشاكل. power consumption and storage management. بالنسبة للباك جراوند، فكرة الكلاود كمبيوتينج تطورت بشكل تصاعدي في منتصف الستينات، in the mid 1960s. ما اللي طلع بالفكرة هو American computer scientist named John McCarthy came up with an idea for an interconnected system of computers making it easier for people to access their files and data. هو اللي طلع من فكرة interconnected system، نظام متوحد من الكمبيوترات، خلى سهولة للناس عشان يوصلوا الفايلز والداتا متاعتهم. The term cloud، مصطلح cloud is originated from the telecommunications world where some telecom companies started offering virtual private network services with the highest quality of services at a much lower costs. منافع الكلاود كومبيوتينج اللي هي cost saving، هذه أول حاجة، بدل ما نشرو expensive systems، بدل ما نشرو أنظمة غالية يعني أو equipment للبزنس متاعي، نقدر نقلل الكوست بتاعتي هذنا تكلفة الشراء، يعني عن طريق يعني الوصول أو استخدام resources بتاعت الكلاود كومبيوتينج سيرفيس provider، اللي هو يعني نستخدم الكلاود، هو عبارة عن شيء نخزنه فيه أونلاين. يعني موبيليتي اللي هي employees اللي يشتغلوا at remote locations، اللي يشتغلوا عن بعد، يعني can easily access all cloud services، يقدروا الemployees يوصلوا لأي خدمات الكلاود عن بعد. all they need is an internet connectivity، اللي هي لازم يجيبوا شبكة انترنت عشان يوصلوا لخدمات الكلاود. unlimited storage capacity اللي هي يعطوك قدر من الذاكرة غير محدود، بس عبارة عن ندفع monthly fees اللي هي مبلغ رمزي ندفع عشان يوسعوا لي حجم الكلاود، مثلا بدل 5 جيجا يعطوك 5 جيجا free، نزيد عليها اخرى بمبلغ بسيط. يعني backup and restore data، بمجرد ما الداتا نخزنوها في الكلاود تبدأ من السهل أن نديره backup and recovery. هذنا
حاجات او الامتيازات اللي يدير فيه الكلاود كومبيوتينج. طبعا في عنده برايفت كلاود، بابليك كلاود، هايبرد كلاود. البابليك كلاود هو شيرد اكروس اورجانيزيشنز، هو يتشارك من عده منظمات من اسمها هو بابليك. برايفت هو اونلي ديديكيتد تو يور اورجانيزيشن، يستخدم منظمة الخاصة بيها يعني، او هيك حاجه خاصه برايفت كلاود من اسمها. هايبريد اللي هو هجين يعني خليط ما بين البابليك والبرايفت كلاود. وعندنا الحاجات اللي استخدم فيها زي الداتابيس، الابليكيشنز، موبايل، ستورج اند سيرفر. ليميتيشنز تاع الكلاود كومبيوتينج، نتورك كونكشن ديبندنسي، طبعا لازم البيزنس اولويز نيدز ان انترنت كونكشن، ضروري وسيلة اتصال اللي هي الانترنت. limited features، مزايا محدودة. أنا لما نستخدمه cloud computing for storage and backup لازم نشتركه أو نشتغله مع provider يوفر value of unlimited bandwidth. you may experience limited storage space or accessibility. طبعا storage ديما limited، لو نبي حاجة أعلى لازم ندفع. هذا يقولوا limited، محدودة. technical issues، أن نقدرش نصلح أي حاجة cloud at home، لازم نكلمه هذا technical support. performance instability، تصير بسبب high load على cloud، ممكن يصير في بطء أو ضغط عليه يعني cloud. security attacks، the main challenge of the cloud computing users is the security of the information stored or transmitted to from the cloud or from the cloud. Some of these attacks are SQL injection, malicious insider attack and denial of service attack. في بعض الاتاكس طبعا اهم challenge ممكن يصير هو security، وفي بعض الاتاكس يصير على الكلاود زي شنو الثلاثه اللي ذكرتهم اللي هنا SQL injection، هو code injection technique، هو تكنيك أن نحقنه كود داخل الكلاود باستخدام SQL statements عشان نهجمه شنو على data driven applications. malicious insider attack، هو employee يحول معلومة من organization، removes an information from the organization لغرض شخصي ممكن personal gain or damage the organization، مرات حتى غلط أن يدمر organization. denial of service attack هي attack وظيفة أن يخلي resource unavailable. كيف هذه؟ أن يدير flood اللي هو فيضان يعني للتارجت هذا للهدف اللي بيخربه، يدز له request باستمرار request لعند ما الريسورس يصير له شت داون او يطلع من الخدمه عشان يقدر يدير اتاك بالسهل، بعد يقدر يدير اكسس بالسهل ويوصل الغرض. data security challenges، لازم نركز على security and privacy. data loss or data leakage can cause severe impact on any business brand or trust of an organization. هذه متعلقة بالرسمة في سلايد شير. عندنا data security challenges، طبعا كلن يعتبران عاديات المذكورات بالنسب إلا ال availability of services and data in the cloud and data segregation and protection. الأخرات يعني فيهن challenge بس يعتبران خفاف زي ال application security، availability of services and data in the cloud، identity and access management، and threat and vulnerability management. هذين كلهم يعتبران بسيطات مقارنة بالاثنين الاخرات. data leakage طبعا ديما تصير في تسريب بيانات من الكلاود، يعني حاجة اونلاين ديما مخزنة اونلاين فيها مشكلة في السكيورتي. والsegregation تنحكي عليه. the three main areas in data security are، ديما في اي security في ثلاث حاجات اساسية اللي هي يقولوا لها CIA، اللي هي confidentiality، integrity and availability of any service or
in your organization. Confidentiality اللي هي ضمان أن البيانات protected محمية from any attacks من أي هجمة أو أي يعني أيوة هجوم. بمعنى أن نقوله keep your data private. هذا أساس confidentiality. بالنسبة للintegrity, users should not store their personal data such as passwords so that integrity can be assured. على المستخدم أن مفروض ما يخزنش بيانات شخصية زي الباسورد, ما يخزنهاش, يكتبها وقتي أوكي, لكن ما تخليش مخزنة في أي لابتوب أو جهاز. Availability اللي هي تعتمد على موافقة ما بين الفندر ما بين المزود and the client ما بين الخدمة and the client. Segregation هذه اللي كان فيها مشكلة واجد اللي هي injecting a client code or by using any application data can be intruded, so it is necessary to store data separately from the remaining customers' data. Vulnerabilities with data segregation can be detected or found out using this, the tests such as data validation اللي هي تقين كود client code يعني يدير على client أو باستخدام أي application يا كتابة كود أو باستخدام application واتي ممكن data نقدروا نهجموا عليها. فمن الضروري نخزموا الداتا هذنا بشكل منفصل على customers data, يعني بياناتي أنا منفصلة عن بيانات customer عشان ما يصيرش فيه خلط, ما يخشش customer على بيانات الشخص عادي أو العادي ما يخشش على customer, أكيد في فصل. فطبعا كيف نعرف أن ممكن يصير في هجمات أو هكي؟ عن طريق data validation. في كل معلومات في method يديروها اللي هي data validation. Data locality اللي هي in cloud computing data is distributed over the number of large of regions and to find the location of data is difficult. لما يكون البيانات موزعة في نطاق واسع أنا بنعرفوا location لكل data طبعا صعبة, فالcustomers لازم يعرفوا كل customer يعرف ال data location متاعه موقع البيانات متاعته وفي أي سيرفرس بروفايدر قاعد عليه عشان يقدر مثلا تصير مشكلة يقدر يكلم technical support. Access the employees will be given access to a section of data based on their company security policies. The same data cannot be accessed by the other employees. Encryption techniques are used to make data shared with the valid users. هي accessibility يعني أساسها معروف إمكانية الوصول. أنا employees كل employee مثلا عنده access لبيانات اللي هو له علاقة به, يعني أنت كموظف هتاخذ البيانات اللي خاصة الموظف, الشخص العادي هياخذ البيانات اللي خاصة الشخص العادي يعني, والمدير حتى هو كل واحد accessibility متاعه حسب مكانته في العمل أو في أي حاجة. وفي encryption طبعا يستخدم فيه عشان يصير فيه segregation هذا عشان يفصلوا الكاستمر عن المدير عن الشخص وهكذا. Storage the data stored in virtual machines may have issues. One such issue is reliability of data storage. طبعا ديما في مشكلة ان الستورج مش ديما يعطوك كمية كبيرة, ممكن تكون محدودة بس. Solutions to data security challenges الحلول للتحديات اللي ذكرتهن هو طبعا معروف, حل معروف هو الانكريبشن التشفير, هو افضل حل لتأمين البيانات او المعلومات. Before storing data in cloud server it is better to encrypt data. من الافضل قبل ما نخزن البيانات في كلاود نشفروهم. في عدة algorithms بس اللي ذكرتهم انا اثنين زي شنو RSA and software as a service. RSA اللي هما ثلاث وحدين اشتركوا في فكرة الالغوريثم هذه اللي هو Rivest, Shamir و Adelman. هي algorithm داروها لـ encrypt and decrypt messages لتشفير وفك التشفير. طبعا هما يستخدموا في keys اللي هي public key و private key, هذانا موضوع منفصل بس هذانا اللي يستخدموا فيهن عشان يشفروا المسجات او صور او ميديا او اي حاجة.
software as a service هي algorithm تضمن أن فيه clear boundaries both at the physical and application level. Boundaries اللي هي لازم يكون في حدود ما بين ال physical level وال application level لفصل بينها from different users من بين مستخدمين مختلفين. Conclusion المستفاد من أو مختصر من هذا البوستر هو cloud computing is the new emerging technology that presents a good number of benefits to the user. هي technology توفر good number اللي هو عدد كويس يعني من المنافع للمستخدمين. فكرة cloud, the idea of cloud is to save a lot of time and money. توفر وقت والمال والجهد وكل شيء لأن أصلا الوصول أونلاين and to facilitate data accessibility لتسهيل الوصول إلى البيانات. أكيد حد في كل شيء زي مثلا الكلاود أو فكرة أي حاجة أونلاين حتقابل security challenges والحلول لهذه challenges أن نستخدمه الانكريبشن زي الكارتن ألغوريثمز اللي هي RSAAS اللي هي software as a service algorithms. طبعا هذا لنا الريفرنسز اللي هي جبتها من عدة papers بس هذا كان أكثر two papers استخدمتهم. إن شاء الله يكون بوستر بسيط وفكرته ما هي شوارة بس أنا حبيت نركز على الموضوع هذا في دراستي لأن شيء يستخدم فيه الأغلبية. And that's it. والآن ننتقل إلى كلمة إحدى الخريجات والتي حققت نجاحاً في حياتها العملية وهي المهندسة أينور الدرسي. السلام عليكم، اسمي أينور الدرسي، خريجة الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية تخصص المعلوماتية الصحية. تخرجت سنة 2017 من الدفعة الثانية لكلية تقنية المعلومات تخصص المعلوماتية الصحية والثانية على دفعتي. اخترت الجامعة الدولية عشان تخصص المعلوماتية الصحية برغم ان هو وقتها كان تخصص جديد مش متوفر فكرة كاملة عليه، مش متوفر فرص عمل داخل ليبيا بصفة عامة في التخصص. مؤسسات الرعاية الصحية مازال مش فاهمين بالضبط وظيفة الهيلث انفورماتيك، ومع ذلك درسنا التخصص أنا وزملائي. كانت التجربة جدا 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 جميلة وممتعة في حد ذاتها، بس دراسة المواد ودراسة الكورسز بتاعت التخصص. بديت الشغل بعد الجامعة، بديت الشغل في الجامعة بعد التخرج يعني أول شيء كفاسيليتيتور في البي بي ال سيشنز. بعد تقريبا سنة وثلاث شهور قررت اني انا نجرب ناخذ واحدة من فرص العمل خارج الجامعة. بديت في 2018 في الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي. تدرجت في الوظائف من مساعد مدير إدارة إلى مدير مكتب وحاليا مدير إدارة العلاقات الدولية في الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي. التجربة الثانية اللي عندي في الـ في الـ في الـ في المجتمع الوظيفي يعني أو في العمل بعد التخرج فيما يتعلق بتخصص المعلوماتية الصحية. الحمد لله ربي قدر يوفقني إني أسس أول شركة لتخصص المعلوماتية الصحية متخصصة بالكامل في الخدمات والاستشارات المعلوماتية الصحية. شركة اسمها هلبس، تقريبا هاتوا سنة، عمرها سنة بس. قاعدين نشتغلوا على ان نحن ننشئ ثقافة المعلوماتية الصحية داخل المؤسسات وداخل مراكز الرعاية الصحية من على المستوى الاستراتيجي من وزارة الصحة الى المستوى التنفيذي. تشتغل حاليا على موبايل ابليكيشن لإدارة الملف الطبي الالكتروني، وهذه كانت من التحديات اللي ما زالت قاعدة تواجه فينا، يعني مش بس كانت ما زالت تواجه فينا، اللي هي ثقافة الهيلث انفورماتيك والتبديل من البيبر بيست للإلكترونيك بيست. من الحاجات اللي بكل صراحة يعني فدني في مجال شغلي وكان ماي سوبيريرز يعني مدراء وزملائي في العمل يلاحظوا في الشيء هذا،
خريجين جامعة دولية نحن عندنا قضية على حل المشاكل بالطريقة اللي نحن درسنا بيها البي بي ال. صراحة كانت ميزة حتى علي معهم خبرة في العمل، كان في تاسكات في العمل سواء في شغلي في الهلال الأحمر الليبي أو في الشركة. قضيتنا على حل المشاكل، قضيتنا أن نحن نعرف المشكلة وكيف نحلوها بالريسيرش سكيلز اللي عندنا وبالبي بي ال اللي نحن درسنا بيها. أوقات يكون متوفر خبرة عندك في العمل بس مش كل المشاكل تقدر أنك أنت تقول أنها مرت عليك أثناء سنوات خبرتك، خصوصا أن العالم قاعد يتغير توا، في معطيات جديدة قاعدين نحقوا فيها، في تغييرات كبيرة قاعدين نحقوا فيها. الدراسة اللي نحن درسناها داخل الجامعة، متطلبات التخرج اللي نحن وفيناها بالصورة الصحيحة، أهلتنا إلى نحن نقدر نتكيف مع المتغيرات هذه، نعرف كيف نديروا assessment للموضوع، نعرف كيف نديروا evaluation، ونعرف كيف نحن نطلع بحل يساعد المؤسسة اللي نحن قاعدين نشتغلوا فيها، وحتى يأثر على أدائنا الوظيفي بصراحة. يعني حاليا دي سنتين بس نشتغل في مؤسسة كيف كبيرة كيف جمعية الهلال الأحمر الليبي، ودرت إني أنا نوصل إلى مستوى الاستراتيجي. بس من المؤشرات الأداء بتاعي إن أنا كيف كنت قادرة، يعني أنا ما نقولش حاجة ما نعرفهاش، نعرف كيف ندور، كيف ندير حلول، وكيف إننا نبحث الريسيرش سكيلز. حابة بصراحة يعني نشكر جميع أعضاء هيئة التدريس اللي مروا علي في الكلية من سمستري أول إلى السمستري الأخير. الحمد لله إن نحن قدرنا نحافظ على علاقة جيدة جدا مع دكاترتنا ومع خبراتنا مع إدارات كلياتنا. الشيء هذا ساعدني واجد حتى بعد التخرج، ما زلت نحس روحي طالبة الجامعة الدولية اللي ما زلت نقدر نجي نسأل في أي وقت، ما زلت نقدر نتصل بالتليفون نسأل على أي حاجة. يس، فا ثانك يو. حابة نشكر بصراحة جميع العاملين في الجامعة في الكلية. حابة نشكر الفريق المنظم لليوم العلمي. للطلبة حابة نقولكم يعني نحن في يوم من الأيام كنا كيفكم الخريجين، جينا في نفس القاعات، جينا في نفس المعامل، جينا نفس المناهج بنفس الطريقة. كانت تجربة جدا ممتعة، وإن شاء الله يبقى نعودوها في الماستر بإذن الله. حابين نقول لك إن بنقول لكم يعني إن مجال العمل وسوق العمل طلاب الجامعة وخريجين الجامعة قدروا إنهم يثبتوا روحهم فيه. فإذا كان نحن جينا في نفس المعامل وبنفس المناهج ونجحنا، أنتم بإذن الله حتنجحوا. نتمنيتكم كل التوفيق، نتمنيتكم كل النجاح، وشكرا. ختاما وصلنا بكم إلى نهاية فقرات اليوم العلمي الأول 2020 لكلية تكنولوجيا المعلومات بالجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية. شاكرين لكم حضوركم واهتمامكم، ولكم منا جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتينا كفجر نزيح الظلام، فكنا الضياء بشمس فتية، وجئنا الطبيب للمح السقام، فنحن بني الجامعة الدولية.